وننتقل إلى لبنان، حيث حل النجار وصانع الفخاريات والحداد العربي وغيرهم ضيوفا في متحف المهن الحرفية المتجول، يعني اللي هو يعتبر، يعني ما نقدر نقول الأول منه، لكنه من الأفكار الجيدة النادرة في لبنان والشرق الأوسط. نتعرف عليه كيف كانت حياة القرية وطريقة عيش الأجداد في لبنان في هذا التقرير لكريمان الهاشم. هكذا تستقبلك الأصوات داخل متحف المهن الحرفية المتجول لكي تعيش عالما آخر، عالم آبائنا وأجدادنا. احكيلي احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم الرمال على الشجر القديم، عن أهلي حكايلي، عن بيتي حكايلي، عن جار الطفولة حكاية طويلة. بنينا موضوع بيوت الفرجي من كلمة صندوق الفرجي. كان بالزمان بالأعياد أيام جدودنا يحكونا عن صندوق الفرجي، بس يجي العيد ينزلوه على الضيعة وتجي أهل الضيعة والأولاد يتفرجوا عليه. بس اليوم صندوق الفرجي هو تحول لبيوت الفرجي، هو صندوق أكبر بعشرات المرات من هذا الصندوق اللي كان بالزمان، ترجمناه إلى وضع الموروث التراثي يلي حصلنا عليه من جميع القرى اللبنانية، يلي هي كانت على مختلف أنواعها من الشمال من الجنوب. جمعنا هذا الموروث التراثي وحافظنا عليه لنوصل هيدي العادات والتقاليد اللي كانوا جدودنا يتميزوا فيها لنوصلها إلى الأجيال القادمة. في عنا أكثر من 30-40 حرفي، هولي طبعاً حصلنا عليهم من بعض البيوت اللي كانوا هن محتفظين عن أبائهم وجدودهم بهذه المهن. مهن متعددة إن لم تكن قد انقرضت بمعظمها، فالمتبقي منها على طريق الانقراض. المهن موزع على 4 كرفانات. الكرفان الأول يلي هو نحن قاعدين هلأ فيه طبعاً، ومبين حوالينا هي ست البيت اللي بتهتم بتجميع الموني يلي كانوا بالزمان طبعاً يحتفظوا فيها من سنة لسنة. بنفرجي هون على صناعة الزبدة كيف بيستخرجوها من اللبن، وعنا طبعا الجاروشي وجرن الكبي ومحمصة البن، عنا المهباج اللي كانوا يحضروا فيه القهوة العربية. ميز الثاني بصناعة الفخار وصناعة الحديد والنجارة. وبنشوف كمان ببعض الكرفانات اللي هو الثالث والرابع صناعة الإزاز اللي تميزوا فيها طبعا من قبل 3500 سنة. هذه الصناعة اللي كتير مهمة كانت بحياتنا بلبنان، وأيضا اللي اشتهروا فيها الفنقيين، بالإضافة إلى الفونوغراف، بالإضافة إلى غزل البنات والتنور والصاج. وايضا بندخل كمان الكرفان الرابع اللي هو بيتميز طبعا بصناعه السجاد. فينا نشوف طبعا ونتعرف على صناعه السجاد من اول ما كانوا يجيبوا الصوف ويغزلوه الى ان يصنعوا السجاد والبسط، بالاضافه الى طبعا بئر المي، كيف كانت ست البيت تنزل تجيب المي وتغسل غسيلتها بالبئر المي. احكي لي عن بلدي، احكي لي يا نسيم اللي مارق على الشجر. هدفنا الوحيد أنه نوصل هيدا الفكرة وهيدا الموروث التراثي لكل أجيال لبنان، وحتى بالدرجة الأولى للناس اللي بتقصدنا من برا كسياح أجانب وعرب. خطوة واحدة إذن تنقلك إلى عالم بعيد عن كل ما تراه اليوم في المدينة، يعيدك إلى الوراء، إلى الماضي، إلى حنين حياة الضيعة وسكانها. احكي لي عن بلدي، احكي لي يا نسيم اللي مارق على الشجر قبيلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية.